معروفة بجمال بناتها وروعة البحر. أيوة هو هذاك هو جمال بنات موجود جمال عند الله عند العباد الكل يجيب ويخلق كما يحب ربي. نزرت وحدها؟ نزرت زعما وحدها لا ولا لا فما ما شاء الله. انا نرى فيك انت ما شاء الله وانت ما شاء الله عليك شبيك شناقصك منين انت من تونس؟ انا بنزر مالك احنا بنزرت يا محلينا 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 والفرفة محلينا زيدا شنو المشكل؟ نسميوك انت ملكة جمال البحر هكا. ايوه حوتة البحر قال لك من بعد طابة تعوم في الليل كيفاش هذيا تعوم في الليل تعوم في الليل في النهار خرب متربية في البحر فهمت كيفاش؟ وانا شوية حاشين ما نحبش الناس تعز عليا برشا خاطر نعوم برشا في البحر نخرج في الليل نجي نخدم عندي لبلابي ورايا واحدة جامعة ما شاء الله نخدم على روحي. ملكة جمال البحر لازم العباد تقعد تعس عليك. علي؟ ميلا يحبوا يشوفوا الجمال هما. فك علينا عاد لا نصدقوا احنا مزيانين مانيش مزيانين. ما شاء الله. نورمال خالق خالق ربي سبحانه. الناس الكل تعرفها بجمال بناتها. يا جمال بناتها شنو نقعدوا في الجمال احنا؟ بناتها الكل. بناتها جمال، جمال ما عند الله. وروح القلب جمال. فوالا اكاهو اكثر من ولاد قل من ولاد. حتى اللي ما فماش جمال ربي يعطيه نور ما عنده اكاهو بس. علاه انا مش مزيانه حرام عليك. ما شاء الله اذا سالتك خاطر انت ما شاء الله. مزيانه بالحق. إيه سألتك خاطر انت ما شاء الله عايشك عايش بنتي لا المنظرتي حلوين مزيانين اما كريتهم بلونديت راه اما حلوه حلوه برشا بنزرت وعبيدها مش حتى عزين راه زين زين الفعل راهم ناس طيبه كرماء يعني تعيش فاستهم تعيش الحمد لله ولا باس اي زين على بنزرتي البيوضيه والعينين الزرق والشعر الاصفر بالحق صحيح لبنزرتي مزيانين عنا شكون في العائله من بنزرت وما شاء الله مزيانين بناتها زعر شعراتهم اصفر ومزيانين اي صحيح هاي كما قالت خالتي العينين الزرق والشعر الاصفر هذاك واش نعرفهم منا هما كاين جماعه جايه من خارج جماعه توريستيه بخ طلعوا والله حماميه والله هكا ترى ايه حماميه جو قليبي قليبي معروفه عاده بالبنات نتاعها زين زين البنزرتي معروفه لا لا قليبي انت شرب قليبي تو تعرف بنات قليبي قليبي خير بنات قليبي خير يقولوا هما الاولاد جينيرالمون معناها يمشيوا للبحر باش يصطادوا شريك تحياتهم لا يا بنتي انا نجي للبحر باش نعوم والله يجينا باش نعوم فهمني سخان تونس جينا لهنا باش نعملوا جو انا ولاد صحابي كاو تونس فيها بحورات لا لا مش كيما بحر بنزر كيما بحر مرسى ولا كيما بنزر كيما بنات ما تديش فيك كبشتي في البنات تديش فيك كبشتي تديش فيك كبشتي في البنات بتشبيهم البنات انت عندك مشكله مع البنات لا لا نحكيو على زين زين البنات ساعة ما تقومش لهنا فهمني انا مثلا نعرف بنات من بنزرت 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 طاقة كتوفلة الروج وبالرسم زين اخر عندهم في بنزرت كاو مش لهنا مش في رفراف رفراف نشوف فيها برشا برشا معناتها يجيو من يجيو معناتها يكريو ديار من هنا من برا مش ناسهم ناسهم معناتها هما ليه انت تاخو بنزرتيه مزيانه والا عزوزه قوريه ما ناخذش بنزرتيه انا تونسيه مزيانه والا عزوزه قوريه لا بنتي تونسية عشان من في العزوزة نحب نخرج لبرا مش بعزوزة علاش؟ نجم نريقل اموري ونخرج لبرا انا كي نحب بالنسبة للاولاد اللي يجيو يصطادوا لهنا والله يصطادوا تبارك الله هما بناتهم يغزروا يتفرجوا مثلا انا ولدي المتعدية يغزر لها هذاك الشباب تو هذاك الوقت اولادنا هكا تبدا بنية مزيانة بوركوا با علاه ما يغزرلهاش خليه يغزر ياخو راحته خاصة بنات بنزر اي هما مصلي على النبي عليهم الفارفة اي انا ديجا سلفيتي زوز من هنا سلفيتي زوز من هنايا وما شاء الله عليهم انت اللي كنت تصطاد والله فما هما لهنا راه فما بنات فما بنات مزياني الفارفة فيهم المزياني مزيانين هما خاطر الفارفة معروفين مزيانين الحقيقة انا يعجبوني هي بنزرت الكل اما نحن اكثر بحر نجيوها رفراق على خاطر عنا دار لهنا وكنجيو نصيفوا لهنا ديما نجي مزيانين عندهم بناتهم مزيانين قلت لي شفت برشا بنات مزيانين. اي اما ما ياخذوش البارتي هذي راه ياخذ الخدي. خاطر البارتي هذي فاميليا الاكثر اي. اصطدت ولا ما زلت انت؟ لا لا ما زلت. علاش؟ والله الكاركتير نتاعهم ما يعجبني شوي. كيفاش؟ الكاركتير نتاع الفارفه تحسهم ما يحبوش كيما نقولوا نحن البراني. ما يحبوش تحس حتى فيهم هكايا تو عندك تقابل معاهم في بلاصه في عطار. في بيتزارية في كل ما يحبوش هكا البراني وكل هاي
شباب توا كلهم يحبوا يخرجوا لبرا، صحيح ولا لا؟ صحيح. أبدأ انت اما خير تاخذ تونسيه مزيانه والا عزوزه قوريه، المهم تطلع لبرا. لا لا تونسيه مزيانه، مش لك الدرجه تونسيه مزيانه. اي لا تونسيه بنت بلادي. لا مش مبدلش بنت بلادي، ندم ناخذها قوريه ومزيانه. لا مش عزوزة، علاش انا مش نخو عزوزة؟ ما نحبش نورق. ما تحبش تورق؟ لا لا باهي العيشة في تونس، ولكن خرجت نخرج بقرايتي هكا. ما علاش نخو قورية كبيرة في العمر باش تخرج لبرا؟ هاني قلت لك فما يا اخي، ما فماش كان القورية نجم نخرج بها كبيرة في العمر لبرا، نجم نخرج بقرايتي، نجم نخرج برشا حاجات بخدمتي. أغلبية الشباب يستغلوا الصيف على الحاجات هذه. لا في سو في بنزرت ما فما يجيوش السياح في بنزرت. صحيح ما يجيوش لهنا، مش كيما سوسة والحمامات وكل بنزرت. هاني تشوفهم كلهم من تونس ديجا، فما السياح جملة، حتى كان فما شوية زيرية شوية ليبية، أما كيما كالألمان والفرنسيس كل ما يجيوش لتونس، خاطر فماش فيها ديزوتيل، فماش فيها حاجات بلايص معناتها لوكس كيما في البلاي في الحمامات وسوسة الزون هذوك لي زون توريستيك. أنا مش جوي الاصطياد في البحر برجولية معناتها. جوي معناتها سيرايف. حالك سيرايف. شنو هو؟ حالك سيرايف. لا ما نصطادش في البحر. وين تصطاد مالك؟ والله في السهريات في الواحد، المهم في البحر. لا مش جوي. ممكن مكتوب ما تدريش، مكتوب سبحان الله. أكثرية شباب يتعرفوا في البحر. ممكن سبحان الله يمكن. عندك صغيرات وتعرف هذا. ايه كي يحب يبدا يدخل البحر ويبداو هكا يرودوا في عينيهم شويه على اليمين وعلى اليسار على شتا ماله. ما سيرتو شباب توا ما تحكمش عليه، لا تخلى البحر، واذا كان لقى حاجه هكا بتبيعها باش يغزر لها اخت كولهم بتبيعها. انا لا عندي ولدي خاطب ما يغزر حتى بور لو مومون، وهذاك مازال قرد العش انا مازال يصطاد منه على اليمين وعلى اليسار. مازال يصطاد مازال صغير. وانت شنو رايك؟ تحبوا ياخذوا رفرافيه ولا ليش؟ والله مكتوب رفرافيه مش رفرافيه، اجنبيه تونسيه مكتوب، ما نعرفش هو اللي يقول على هو ذاك هو. نمشي مع خطه ولادي فين هو، ما راحتهم في راحتي انا. يا حسره ليه؟ حكايه فارغه. ليه ما نتصورش. علاش حكايه يا حسره؟ قبل كانت هكاكا، توا اللطف يا ربي كل شيء تبدل، البنات تبدلت، الاولاد تبدلت، هكا ترى ما عادش كي قبل. شنو اللي تبدل؟ برشا تسيب، برشا هكا ترى. برشا شباب يتعرفوا في البحر، وربي تستر البنيات الكل يا ربي، وبعد عليهم اولاد الحرام وبنات الحرام، خاصة عندي ثلاثة بنات ربي يسترهم ان شاء الله.